مرحبا فيكم ببرنامج سيستم، اجتماع هام في اسطنبول حول السوريين بحضور مسؤولين ووالي اسطنبول. نحكى فيه حول الكملك والعناوين واذن العمل وموضوع الصحي. تعالوا مع بعض لنفهم التفاصيل اكثر. عقد في اسطنبول اجتماع هام حول السوريين، حضره والي اسطنبول السيد علي يارلي كايا ومدير الهجرة والعديد من الجمعيات السورية. بدوري قمت بالاتصال بالأخوة في منبر الجمعيات للاطلاع على فحوى وتفاصيل الاجتماع، فحصلت على المعلومات التالية. تحدث السيد الوالي في ثلاث مواضيع في الاجتماع. الموضوع الأول كان الكملك والعناوين، فتكلم السيد الوالي انه تم زيارة جميع السوريين المقيمين في ولاية اسطنبول، وتبين لهم بعد الزيارات بان نسبة العناوين الصحيحة في اسطنبول كانت نسبتها 41% من العناوين المسجلة لديهم. وذكر السيد الوالي بانه سيتم نشر رسالة بثلاث لغات، العربية والتركية والانجليزية، موجهة للسوريين من اجل تحديث بياناتهم، وسيتم ذكر الإجراءات ضمن منصات التواصل الخاصة بولاية اسطنبول ومديرية الهجرة التركية. وقال كمان تم تجميد 82 ألف كملك في اسطنبول، ويعود سبب التجميد تجميد الكملك لسببين. واحد، عدم وجود هدول الناس في مكان سكنهم المسجل لدى إدارة دائرة الهجرة. اثنين، عدم قيامهم بأي إجراء من الإجراءات من مشفى أو أي معاملة حكومية أخرى، ولهذا السبب لن يتمكنوا من الاستفادة من الكملك سوى في أمرين، وهم العاجل في المشافي والتعليم. وبإمكان هؤلاء الأشخاص العودة للحماية المؤقتة من خلال زيارتهم لإدارة دائرة الهجرة وإعادة تفعيل بطاقاتهم وتثبيت عناوين السكن الجديدة. وذكر السيد الوالي أنه أهمية ذكر مكان تواجد السوريين من أجل وضع خطط للمستوصفات والمستوصفات والأماكن التعليمية والأمنية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الولاية للسوريين. الموضوع الثاني اللي حكى فيه الوالي وهو الخدمات الطبية، وقال هناك حالات ولادة كثيرة للسوريين خارج المستشفيات، ولم يتم تبليغ إدارة دائرة الهجرة أحيانا إلا بعد فترة طويلة، ويتسبب هذا الأمر بإرباك كبير باستخراج شهادة ولادة للطفل، وممكن يضطروا للذهاب للمحاكم من أجل إثبات أن المولود هو مولودهم من خلال تحليل الـ DNA. وقال كمان الكثير من العوائل السورية لا تقوم بإعطاء اللقاحات المطلوبة لأطفالهم، وتم الطلب بتوجيه السوريين إلى الالتزام بإعطاء أولادهم اللقاحات المطلوبة. هذا موضوع جدا مهم، موضوع اللقاحات والاهتمام فيه. الموضوع الثالث اللي نحكى فيه اللي هو إذن العمل وأذونات العمل بشكل عام. ذكر الوالي بأن الدوريات التابعة للولاية منذ الشهر 11 من العام الماضي 2019 قامت بزيارة أماكن العمل السورية والتركية، تم العثور على 3000 شخص سوري يعملون بدون إذن عمل، وذكر بأنهم ما زالوا مستمرين بالزيارات، وعلى السوريين الإسراع باستخراج أذونات العمل، وفي حال لم يقبل صاحب العمل باستخراج إذن عمل فعلى العامل تقديم شكوى إلى مديرية العمل عن طريق الرقم 170 الخاص بمديرية العمل، ويبلغ أن صاحب العمل يرفض أن يستخرج له إذن عمل. طبعا الله يجزيهم الخير الأخوة العاملين في الجمعيات السورية والأخوة في منبر الجمعيات السورية اللي عم يلتقوا بالأخوة المسؤولين وعم ينقلوا لهم المشاكل اللي عمان، وعم يجيبونا كمان توجيهات الأخوة المسؤولين في الحكومة التركية للناس لحتى تعرف هاي الناس كيف تتصرف. سلام عليكم.